السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي. كعادتنا نسعى كفريق عمل سيدتي في جدة والرياض لتقديم كل ما هو مفيد ومهم للأسرة العربية والخليجية وبالتأكيد السعودية. يسعد لي مساكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة روتانا الخليجية وبرنامج سيدتي. زي ما أنتم متعودين في أول فقرة راح نتعرف على عناوين حلقتنا لهذا اليوم، نشوفها سوا. في سيدتي اليوم، بيت التشكيليين في جدة يتهيأ من جديد لمشاركة واسعة للفنانات التشكيليات. ماجدة وروان أختان تبدعان سويا في العمل بمجال التجميل. مخاوف تأثير الأدوية العكسية على صحة الإنسان وأدوية الأمراض المزمنة على رأس القائمة. سيدتي تسلط الضوء على أهمية ممارسة الاستبصار للتغلب على المشكلات والوعي بالذات. سيدتي إن بزنس مع مستشارة التنمية الاقتصادية ولاء نحاس تعرفنا على كيفية إدارة مصروفات المنزل. مشاهدينا، بعد ما تابعنا عناوين حلقتنا لهذا اليوم، أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة أخبار برنامج سيدتي عبر حساباتنا على تويتر وإنستغرام. كذلك بإمكانكم مشاهدة الحلقات الفائتة من خلال صفحتنا على اليوتيوب الظاهرة أمامكم على الشاشة. وصار فيكم الآن تشوفوا كواليس برنامج سيدتي وروتانا خليجية من خلال حسابنا على سناب شات الظاهر أمامكم على الشاشة. وكمان أذكركم بمتابعة فقرة سيدتي إن بزنس اللي بتقدمها لنا خبيرة التنمية الاقتصادية الأستاذة ولاء نحاس، واليوم حتتكلم عن موضوع جدا مهم وهو كيفية إدارة ميزانية المنزل. لازم ستات البيوت يتابعوها. والآن مشاهدي الكرام حنتقل لزميلتي العزيزة بالرياض رانا، لكن بعد ما أمسي عليها سعد لي مساك يا رانا. يسعد مساكي خلود ومروة، وتحية طيبة لكل من يتابعنا الآن في سيدتي. مشاهدينا، العديد من السيدات لا يعلمن أن ديكور المنزل خاصة المطبخ له تأثير كبير على حالتنا النفسية. ومؤخرا أكد الخبراء أن ديكور المطبخ له علاقة وطيدة بكمية الأكل اللي نأكله. خلونا نتابع تقرير عن هذا الموضوع ونرجع معكم. كشف الخبراء في دراسة حديثة بأن هناك علاقة بين تكوين المنزل وتأثيره على تناول الطعام لدينا، وأن الطعام الموجود على رفوف المطبخ يمكن أن ينبئ بوزن الشخص، وأن تكوين المطبخ يمكن أن يزيد من معدل السمنة ويدمر النظام الغذائي. وضرب الخبراء أمثلة على ذلك، إذ قالوا أن النساء التي تتألف وجباتهن من حبوب الإفطار يزداد وزنهن بواقع 9 كيلوغرام مقارنة بجيرانهم الذين يحجمن عن تناول حبوب الإفطار. وفي نفس الوقت، وجود المشروبات الغازية على أرفف المطبخ يسبب زيادة في الوزن قدرها الخبراء ب 12 كيلوغرام. بينما أكد الخبراء بأن وجود وعاء الفاكهة يعبر عن احتفاظ المرأة بوزن ضئيل، أي أقل بواقع 9 كيلوغرام، وأن هذه الأمثلة تعبر عن تأثير تكوين المطبخ اللاشعوري على الشخص وعلى زيادة تناول الطعام لديه. لذا سيدتي، أعددنا لك نصائح لتحافظي على رشاقتك عن طريق تكوين منزلك. أولاً، احفظ الطعام في خزائن المطبخ بعيداً عن مرمى البصر، إذ أكد الخبراء في تغيير سلوك الطعام بأن رؤية الطعام الصحي تساعد على الحفاظ على الوزن، وموضحين بأننا نرى الطعام الصحي ونتناوله لأنه موجود على رفوف المطبخ، ولذلك يفسر أهمية اختيار الطعام الموجود في المطبخ بعناية. ثانياً، تقديم أطباق بألوان مختلفة عن اللون الطعام المقدم عليه، إذ كشفت الأبحاث السابقة التي أجراها خبراء بأن لون الأطباق يؤثر على حجم تناول الطعام لدينا، وأن تقديم طبق يختلف لونه كثيراً عن لون الطعام المقدم عليه يحد من شهية تناوله، وهذا الأمر يتعلق بمسألة الخداع البصري. أخيراً،
استمعي إلى الموسيقى أثناء تناول الطعام، إذ تؤثر العوامل البيئية مثل الموسيقى والإضاءة على عاداتنا الغذائية، حيث كشفت تجربة أجراها خبراء على أشخاص في مطاعم الوجبات السريعة بأن ضبط الموسيقى والإضاءة يعزز من تجربة تناول الطعام، وتسفر في النهاية المطاف عن تناول كميات أقل من الطعام. بعد ما شفنا هذا التقرير المتميز لازم نكون حريصين في اختيار ألوان المطبخ بعناية. مشاهدينا فقرات سيدتي مستمرة، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل. بيت التشكيليين في جدة يتهيأ من جديد لمشاركة واسعة للفنانات التشكيليات. الميزانية، المصروفات، المدخرات، حديث كل أسرة اليوم. بس اليوم هدفنا لازم يكون أكبر، كيف نتعامل معاه بشكل مختلف. تبغي كده من الآخر؟ الطفل لا يحتاج لتعليم. إحنا شعب عربي، يعني الأمانة بنشتري كمالية أكثر من الحاجات. السيدة أذكى في التفاصيل. المرأة السعودية بتكبر بمجرد إنها تزوج. الرجل حيغلط أول كم مرة. 80% من مشاكل العلاقات الزوجية بتكون جذورها اختلاف حول أولويات الصرف. الطريقة الصحيحة لحساب دخل الأسرة ليس بالشهر. اليوم في حلقتنا هنتكلم عن مواضيع لها علاقة بإدارة مصروفات المنزل. تابعوني في سيدتي إن بزنس مع ولاء نحاس. في سيدتي إن بزنس مع ولاء نحاس.